سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مبادرة حياة كريمة اللي حضرتك أطلقتها واللي بنحتفل بيها النهاردة أصبحت أشبه ما يكون بمساحة مشتركة بيتجمع عليها كل المصريين. حكومة بتخطط، شركات بتنفذ، شباب بيتابع، مجتمع مدني بيساند ويدعم، رجال أعمال بتتبرع وتساعد. حالة حلوة مصرية، وعشان كده أصبحت المبادرة دي ليها سفراء بيروجوا ليها ويدعموها من كل فئات المجتمع المصري. ودلوقتي نسيبكم مع سفراء حياة كريمة. أنا فخور وسعيد إني أكون سفير من سفراء مبادرة حياة كريمة لدعم أهالينا في الريف المصري. هي القرية المصرية، هي أصل مصر، هي الخير لمصر. عشان كده من حق كل أهالينا في ريف مصر، في كل قرية في شمالها وجنوبها وشرقها وغربها، يلاقوا سكن كريم. ومن حقهم إن هم يلاقوا بنية تحتية ومدارس محترمة وتعليم محترم، مية نظيفة، كهرباء، يلاقوا مراكز علاجية للعلاج، يلاقوا تعليم وطرق. مبادرة حياة كريمة مش مجرد مباني وطرق، مبادرة حياة كريمة هي أمل لينا كلنا في مصر، إن اللي كان مستحيل هيبقى ممكن، وإن اللي كنا شايفينه صعب هنقدر نحققه ويبقى واقع. من حق كل واحد في ريف مصر إن هو يعيش حياة كريمة. حياة كريمة، طيبة، أمنة، عادلة، فيها كل الحقوق. أنا سعيد إن أكون سفير من سفراء مبادرة حياة كريمة. أهالينا اللي عايشين في القرى وفي الريف بيستحقوا حياة كريمة. القرية المصرية هي الأصل. هي الأصل، وهي الجذر اللي بنطلع منه لحد حدود السماء. نحن نتعاون في اليونيسيف مع مؤسسة حياة كريمة في 4 قطاعات مختلفة، هما الصحة والتعليم والطفولة المبكرة وحماية الطفولة. نحن سعداء بالشراكة والتعاون مع مؤسسة حياة كريمة، وسنستمر في هذا التعاون وسنقدم الدعم لمؤسسة حياة كريمة. أنا فرحان قوي وفخور إني أكون سفير من سفراء مبادرة حياة كريمة. أنا فخور إني أكون سفير لمبادرة حياة كريمة لدعم أهالينا في ريف مصر. بنية تحتية سليمة، مية نظيفة، صرف صحي، كهرباء، شوارع، مراكز ثقافية ورياضية. من حق كل أهالينا في كل قرية مصرية إنه يعيشوا تطور. اللي بتشوفه مصر دلوقتي من حقهم يلاقوا مراكز علاجية وثقافية ورياضية. لو المثل بيقول البعيد عن العين بعيد عن القلب، فمن هنا ورايح ما حدش هيبقى بعيد عن العين ولا العقل ولا القلب ولا مجهودنا إننا نساعدهم. أنا سعيد إني سفير من سفراء مبادرة حياة كريمة. أنا في منتهى الفرحة إني أكون سفير من سفراء مبادرة حياة كريمة. النهاردة واقفين في الموقف بتاعنا في مصر القوية بسبب الريف. مبادرة حياة كريمة اللي بنعيد فيها الحياة بكرامة لأهالينا في جميع قرى مصر. حياة كريمة أيضاً له بعد اقتصادي مهم، فهو يحرك عجلة الاقتصاد في هذه القرى. مصر محتاجانا عشان كل ولاد مصر يعيشوا حياة كريمة. أنا فخور جداً النهاردة أني أكون جزء صغير من مبادرة حياة كريمة لخدمة أهلنا في ريف مصر، والحقيقة دي أقل حاجة ممكن نعملها لبلدنا اللي خيرها علينا كلنا. شرف لي أنا وزملائي الصناع أن احنا نبادر ونساعد في خلق فرص عمل في الريف المصري. الناس دي من حقها أن يعيشوا حياة كريمة فيها إمكانيات أفضل. في تاريخ مصر المعاصر محدش اهتم وجبر خاطر هؤلاء الناس قد الرئيس عبد الفتاح السيسي ما قدر إنه يحقق هذا الإنجاز الوطني الكبير. يعني إحنا وراء مبادرة السيد الرئيس هبقى سفير للموضوع ده، وهتبنى فكرة حياة كريمة لكل المصريين، واللي في إيدي كله هقدر أعمله. طرح الرئيس عبد الفتاح السيسي مبادرة حياة كريمة لتغيير الحياة على وجه مصر هتغير حياة 50 مليون مصري. من حق أهلنا في الريف المصري إنه يلاقوا سكن كريم، مية نظيفة، طرق، مراكز علاج، مدارس. من حقهم حياة كريمة. أنا سعيد إني أكون جزء من مبادرة حياة كريمة لدعم أهالينا في ريف مصر. أنا ليا الشرف إن أكون سفير من سفراء مبادرة حياة كريمة. القرية المصرية ركيزة بلدنا الغالية. أنا فخور جداً أن أكون سفير من سفراء مبادرة حياة كريمة. سيادة الرئيس بيسارع الزمن علشان يحافظ على حياة كريمة لكل مصري، وإحنا كلنا على هذه الخطى. أنا سعيد أن